إيران واحدة من أفضل 7 دول في العالم، ومن بين أقوى اقتصاداته، ومن أكثر 5 بلدان تطورا في إنتاج الفكر والعلم والتكنولوجيا. هذا بعد 50 عاما من الآن، كما نصت الرؤية الإيرانية التي أعلنها المرشد علي خامنئي. لا ينظر الإيرانيون إليها كشعارات، فقد سبق أن دونها آلاف الخبراء والمفكرين خلال 7 سنوات مضت، وتضع الخطوط العريضة لركائز التقدم في البلاد تحت عنوان النموذج الإسلامي الإيراني على مدى 5 عقود مقبلة. المفكرون والخبراء يؤكدون أنه لا يمكن أن يشهد البلد تقدما حقيقيا من دون إعداد خطة شاملة على غرار الرؤية الإيرانية التي أعلنت، وذلك من أجل أن يسير صناع القرار والمنفذون على خطاها. وقد كلف المرشد الإيراني السلطات الثلاث وباقي مراكز القرار العليا دراسة الرؤية وتقديم النسخة المطورة منها خلال 2 كحد أقصى قبل إقرارها في البرلمان. من أهم بنود هذه الرؤية التعامل الوثيق مع البلدان الإسلامية، لكن هناك بعض التحديات ومحاولات الأعداء لإبعاد إيران عن محيطها وجيرانها، أبرزها العدو سيواصل مسعاه لإثارة الخلافات بين الشيعة والسنة وبيننا وبين البلدان العربية. وتتكون الرؤية من 56 بندا تشمل النهضة العلمية والسياحية وترسيخ الثقافة الإسلامية البعيدة من الطائفية وتعزيز حقوق النساء والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. في الذكرى سنوية 40 لانتصار الثورة في إيران، الإعلان عن الرؤية أشبه بدعوة إلى تقويم الثورة وتصحيح مسارها. المرشد نفسه تحدث عن ضرورة إعادة السياسات العامة للنظام بما يتطابق مع الرؤية بدءا من عام 2021. أحمد البحراني، طهران، الميادين.